بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما هي العادة يعني في كل أحد أحاول أن أجيب على استفساراتكم الكثيرة في هذا الأحد، لكن أود أن أبدأ بالتعليق وتوضيح كل ما أثير بخصوص البلاغ المقدم من الأخ معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد بكل وضوح وبكل شفافية. يوم الخميس الموافق 14/11 ليلا مساء يعني الساعة تقريبا 9:30 هاتفني الأخ الشيخ ناصر صباح الأحمد وأبلغني عن البلاغ الذي قدم، كان قدم أساسا يوم الخميس الصبح، وشرح لي وجهة نظره في هذا الموضوع، وأيضا أرسل لي مجموعة من الملفات والأوراق تتعلق في المحادثة التي تمت بيني وبينه وتتعلق بالبلاغ المقدم إلى النيابة العامة. وبعد ذلك يوم السبت أيضا تحدثنا سويا أنا والشيخ ناصر، وقلت له بعد ما قرأت كل الأوراق التي أرسلت لي وأبلغت بأن حتى يتمكن المجلس من اتخاذ أي إجراء تجاه الجهات بإحالته للجهات الرقابية يجب أن أخاطب رسميا بهذا الأمر، وفعلا أرسل لي كتاب مؤرخ بتاريخ يوم أمس راح أوزع عليكم، يقول معالي الأخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أضع بين يدي معاليكم خلاصة النتائج التي انتهت إليها لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرارين الوزاريين رقم كذا وكذا والخاصة بالتدقيق في شبهات فساد مالي ومخالفات مالية وقعت في صندوق الجيش، حيث انتهت اللجنة إلى وجود شبهات وغرائم بفساد مالي وسوء تصرف، مثمنا دوركم المعهود في دعم جهات الاختصاص الرقابية وحرصكم على الحفاظ على المال العام، وهو الأمر الذي عاهدنا أنفسنا منذ أول يوم من تولينا المسؤولية الوزارية على العمل به لمحاربة كل أوجه الفساد وسوء الإدارة في وطننا العزيز. لتفضل معاليكم بالاطلاع، مع طيب التمنيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. هذا الكتاب أرسل لي الأخ النائب الأول الشيخ ناصر صباح الأحمد يوم أمس بتاريخ اليوم، أنا أشرت عليه يدرج في جدول أعمال أول جلسة قادمة للنظر في تكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الموضوع عملا بالمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة. فأولا أود أن أوضح التالي، يعني من حاول أن يدعي أو يدلس ويقول أنه والله المستندات أرسلت إلى رئيس المجلس منذ فترة زمنية طويلة وأنتوا ليش ما سويتوا شيء كمجلس أمة، أو يمكن مو مجلس الأمة المقصود رئاسة مجلس الأمة، أجاوبه بأن الموضوع فتح معاي يوم الخميس هذا أول أمس أو اللي قبله 14 الساعة تقريبا 9:30 بالليل، ويشكر الشيخ ناصر على هذا الأمر، أرسل لي الرسالة وأنا أبلغت بأن الإجراءات تحتاج إلى كتاب رسمي وأرسل لي الكتاب يوم أمس، وهذا الكتاب للصحافة حتى تكون تفضل الأمور تتم بشفافية تامة. إضافة لذلك أود أن أوضح التالي بأننا في مجلس الأمة، وأتكلم أيضا دوري شخصيا كرئيس أو كنائب، إحنا دائما كنا مع إحالة أي بلاغ يصل عن أي شبهة فساد إلى الجهات المعنية، وعملنا بذلك حتى في 2014 وفتحنا ديوان المحاسبة لتلقي أي شكاوى من المواطنين بخصوص أمور فيها شبهة فساد، لأن محاربة الفساد تقوم بتحديد الوقائع وتقديم الأدلة والمستندات وتذهب إلى الجهات المعنية، لأن احنا في دولة مؤسسات. محاربة الفساد لا تقوم بتعميم الفساد أو أن أطلق شعارات عامة، محاربة الفساد تقوم بتحديد هذه الوقائع. لذلك كل من يتقدم ببلاغ، بعضكم سألني عن بلاغات تقدم اليوم، أي بلاغ يقدم أنا بالنسبة لي كنائب في مجلس الأمة وكرئيس لمجلس الأمة، وأيضا بعد التشاور مع العديد من الأخوة الأعضاء في مجلس الأمة، وهذا الأمر يمثل غالبية أعضاء مجلس الأمة، أي بلاغ يقدم 1، 2، 3، 4، 10 سيحال إلى الجهات الرقابية، ولا يوجد تحصين لأي أحد مهما كان مركزه، مهما كان اسمه، مهما كانت مكانته الاجتماعية، ونحن في ذات الوقت لا ندين بريء ولا نحمي فاسد في جهات قضائية وفي جهات رقابية، هي التي تحدد حقيقة هذا الأمر من عدمه، وكل إنسان يتحمل مسؤولية تصرفاته، المخطئ يتحمل مسؤولية خطأه،
والمدعي البينة على من ادعى يسلم كل ما يدلل على ادعائه، وهكذا تسير دولة المؤسسات دون الدخول في أي صراعات أخرى. أنا أتكلم عني كرئيس وأتكلم عن الغالبية بوضوح، ليس الكل لكن الغالبية إن شاء الله من أعضاء مجلس الأمة لا نقبل أن نكون طرفا في أي صراع، ولسنا طرفا في صراع، نحن مع الإصلاح ضد الفساد، أي أمر فيه شبهة فساد يحال إلى الجهات الرقابية. عندنا في مجلس الأمة نحيل الموضوع حل النيابة، عندنا في مجلس الأمة مثل ما قرأت لكم ووزعت لكم، وأيضا في تكليف انتهوا منا بعض الأخوة تم التوقيع عليه نكلف ديوان المحاسبة ببلاغ ثاني ثالث رابع، هكذا تسير الأمور وهكذا سنتعامل معها، وهكذا يحارب الفساد بتقديم وقائع وأدلة وليس عن طريق الحديث بعمومية. أكرر مرة أخرى، نحترم الجميع، نقف على مسافة متساوية من الجميع، لسنا مع طرف ضد طرف، ولسنا مع أن نظلم أي بريء، ولسنا مع أن نحمي أي مخطئ، ولسنا قضاة في جهات رقابية وفي قضاء، هم من يحددون هذا الأمر، وهكذا يجب أن تتم الأمور في دولة المؤسسات وهكذا تمت في دولة الكويت. الأمر الآخر ما يتعلق في، يعني هذا وضحت لكم اللي كان يحاولون يطلقون، يعني أنا أصرح في الوقت الذي أصرح فيه وهو الأحد، إن والله الرئيس قدمت للمستندات ومن فترة طويلة وليش ما اتخذ أي إجراء وليش ما حول، وضحت لكم أن الشيخ ناصر مشكورا أبلغني بهذا الأمر يوم الخميس مساء، وتحدثنا أيضا يوم السبت، واليوم هذا الإجراء الذي أتخذ ويعرض في أول جلسة. فيما يتعلق في الأمور الأخرى، الحكومة مستقيلة، أعرف أن هناك قلق لدى كثير من أبناء الشعب الكويتي، وأنا أخاطبهم عن طريقكم هنا بشكل مباشر وأقول لهم اطمئنوا، الأمور بإذن الواحد الأحد بخير، الله سبحانه وتعالى حامي هذا البلد بفعل الخير اللي يقوم بها اللي يقوم فيه أبناء هذا البلد، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا كشعب كويتي وعلى الكويت بأمير كبير حكيم يقدر الأمور ويعرف كيف يتعامل معها، وبكرة المشاورات الرسمية، وأنا واثق وكل اللي مطلوب منكم أن تنتظروا فترة بسيطة جدا دون الالتفات إلى من يحاول أن فقط يزعزع الأوضاع، وسترون كما عهدنا دائما بكبيرنا وأميرنا وحكيمنا كيف سيعالج الأمور ويحسمها لما فيه خير وصالح الشعب الكويتي. ولنتذكر جميعا بأنه لا يحق المكر السيء إلا بأهله، وكل من مكر ويمكر في الكويت رأيتم نتائج مكره. الأمور والأخطاء تعالج بالطريقة اللي ذكرتها لكم سلفا. يجب أن نعتز ونفخر في الكويت بأننا دولة مؤسسات، ويجب أن نتعامل مع الأمور كما تتعامل دول المؤسسات، لا تحمي أحد بغض النظر عن منصبه اسمه مكانته الاجتماعية، وفي نفس الوقت يجب أن لا تظلم أحد بغض النظر أيضا عن اسمه منصبه مكانته الاجتماعية. وإذا في عندكم أي سؤال علي، يعني الأمور تتجه إلى الانفراج الآن إن شاء الله، ما كل الخير أكيد إن شاء الله في انفراج دام الأمور بيد الكبير الحكيم، بالتأكيد الأمور إن شاء الله طيبة وراح تشوفون كلامي صحة كلامي هذا خلال. وعلي شنو قصة إنك تطلع إجازة وكنسلت؟ أي إجازة؟ أنا أشكونكم شاهدين، أنا بالصيف ما طلعت إجازة، بعدين أنا أسأل يعني أنتوا اللي بثون هذه الأخبار، أنتوا همكم البلد ولا همكم مرزوق طلع بجازة ولا ما طلع بجازة، إيش بياكل إيش بيتغدى وين حتى الأكاونت نفس الشيء. أول شيء موضوع إجازة، أنا ما طلعت بجازة خاصة حتى بالصيف،
عشان أطلع الآن. أنا كان عندي مهمة رسمية في جنيف لحضور الاجتماعات التحضيرية لرؤساء البرلمانات في العالم، والكويت لوضعها المتميز كان البرلمان الكويتي ورئيسه هو المختار لتمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية. كان يفترض أن أسافر اليوم لكني كلفت أخي الفاضل النائب ركان النصف رئيس الشعب البرلمانية، وهو أيضا خير من يمثل البرلمان الكويتي في المحافل الدولية، وسيحضر هو نيابة عن رئيس المجلس لحضور هذا المؤتمر، لأن هناك مشاورات ويجب أن أكون متواجد في الكويت لحضور هذه المشاورات، فلا كان أكو أساسا إجازة خاصة، ولو أني محتاج يعني إجازة خاصة، لكن ما كان أكو إجازة خاصة ولا أخذ شيء إجازة خاصة إلا إذا يعني الظرف سنح لي. أما موضوع الأكاونت، ليش مرزوق الغانم شال مسمى رئيس مجلس الأمم؟ ما كان موجود عشان ينشال، يعني ما كان موجود على الأقل من فترة قريبة، يمكن كان موجود من فترة بعيدة 2014 أو 2013. بس أسألكم بالله، هل هذه هي القصة؟ حط رئيس مجلس الأمة في أكاونته، ولا شار رئيس مجلس الأمة من أكاونته، بيسافر بجازة خاصة ولا مو مسافر بجازة خاصة، بيتغدى مطبق ولا بتعشى مكبوس؟ يعني حاولوا أن تشيلون فوبيا مرزوق من راسكم، وركزوا على ما يهم البلد. تعال قول لي أنا والله الموضوع الفلاني عندي وجهة نظر فيه، الموضوع الفلاني على لي وجهة نظر فيه، لأن هذا ترى يعني لا راح يأثر علي وبيضيع وقتكم بس. وعلي، هل نستطيع القول الآن أن الأمر سيقتصر فقط عند إعادة تشكيل الحكومة، ولن يتعدى الأمر إلى بعد من ذلك؟ أرد وأكد ما قلته سابقا، حل المجلس حق بيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد، لا ينازعه ولا يشاركه به أحد. سمو الأمير وفق ما أبلغني في كل لقاءاتنا آخرها اليوم، الموضوع سيقتصر على تشكيل حكومي جديد، والمجلس باق بإذن الله حتى الانتخابات القادمة، يعني موعد الرسمي للانتخابات القادمة آخر السنة الجاية، أو إذا قرر فقط سمو الأمير غير ذلك. أي أمر آخر هو يعني لا يجوز أولا التدخل في صلاحيات حضرة صاحب السمو، هذه صلاحيته، وأي أمر آخر أو تصريحات قد تكون اجتهادات ما هي في أو تمنيات وأمنيات للبعض. بالتأكيد في ناس بدها أن يحل المجلس، وفي ناس ترى غير ذلك. الأمر بيد حضرة صاحب السمو ليس بيد غيره. أبو علي، البعض في الأيام الأخيرة تصاعدت بعض الانتقادات تقول أن المجلس تخلى عن دوره الرقابي، كيف ترد على مثل هذه الاتهامات؟ والله لكل واحد وجهة نظره، ومن حقه أن يعني يبدي وجهة نظره في أداء المجلس. بالنهاية احنا علينا واجب تجاه المواطنين، إن كان في قصور من حق المواطن أن ينتقد المجلس بأسلوب راقي ويقومه ويصححه، هذه آراء مرحب فيها من قبل الجميع. المهم بالموضوع، إذا كان في أي سؤال في صلب يعني الموضوع ولا الأحداث الحالية، توني جاوبت السؤال. في أي سؤال آخر؟ يعطيكم العافية وكثر الله خيركم وعساكم على القوة.